نصيحتي ليك لو عايز تقوي لكمتك مالكش غير الحيطة. الحيطة أكتر مكان تقدر تنشف فيه لكمتك، ما تستعملش ساند باك. لو أنت راجل مبتدئ خليك على الهادي، يعني ما تخبطش بنفس القوة اللي أنا خبطت بيها. حاجة بسيطة علشان بعد كده ترسبات الكالسيوم تتكون وتخلي لكمتك قوية. وشكرا. بطيء لكن بحاول.